السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ومرحبا بكم مره اخرى عندي في القناه. اليوم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذه جيت نشارك معكم شي حويجات جابتهم ليدل وفيبرا بمناسبه هذا العيد هذا اللي عندهم في هذه الايام هذه. يعني كيحطوا شي حويجات اللي ما كيكونوش دائما عندهم في المحل، يعني كتكون غير موسميه في هذه الاعياد هذه، وحنايا نقدروا نستفدوا منها في الاعياد ديالنا. بالنسبه لهاد الحويجات هادو يعني كيكونوا بواحد الثمن مناسب بزاف في ليدل، كيف ما كتشوفوا الاثمنه ديالهم يعني ماشي شي ثمن اللي غالي، وبعض المرات كنحتاجوهم يكون عندنا سواء عيد ولا مناسبه ولا نبغيو نصوبوا شي حلوه ولا شي حاجه، ما كيكونوش متوفرين في لي ماغازان بهاد الاثمنه، كنضطروا ناخذوهم من الماغازات اللي كيكونوا سبيسيال الحلويات وكلشي، وكيكونوا بواحد الثمن اللي باهظ. وبالنسبه للناس اللي يعني كيخليو حتى كيقرب العيد عاد كيبقاو يمشيو ياخذوا، ما كيلقاو حتى حاجه في لي ماكازا، كلشي كيكمل دائما كل عام سبحان الله كتكون مشكله ديال الشوكولا وكلشي، حتى واحد ما كيبقى يلقى الشوكولا في لي ماكازا. من الاحسن الواحد ياخذهم على تيساع، ومادام انه جاء هاد العام هذا قرب مع العيد ديالهم وكلشي متواجد بثمن مناسب، علاش لا الواحد ما ياخذهمش بهذا الثمن يعني، وينتهز الفرصه وياخذهم قبل. بالنسبه لهاد الشوكولاتة باستا كما كنقولوا حنايا اللي كيستعملوا هما لدان في الخبز، انا كناخذ هذه ديال الطوفي، كتكون رائعه هذه، كنصوب بها لي بونبون وبزاف ديال الحلويات ولا لي كيك، ولا كتجي رائعه في المذاق ديالها. عن تجربه زعما كنديها كل ما كيحطوها في هذه الوقيته هذه كناخذ منها بزاف، لذيذه بزاف، فيها اشكال كيف ما كتشوفوا، كاينه حتى ديال البندق وكاين حتى ديال الكوك، كاين اشكال يعني، واللي قلت لكم انا عجبتني بزاف هي ديال الطوفي. وبالنسبه لهاد لي زاغوم هادو حتى هما فنين، النكهات ديالهم رائعين، كنستعملهم سورتو تاع لورونج كاع كتعجبهم، اللي كيدوق عندي الحلوى بها كتعجبهم، وكنستعملها حتى في الشوكولا البيضاء كتعطي واحد النكهه رائعه. وحتى هاد لي شوكولا هادو بهاد الشكيلات هادو كاينين شكيلات على شكل خروف، بالنسبه لهادو يقدروا ينفعونا حتى هما في البيفين تاع عيد الاضحى ان شاء الله. الحويجات اللي خديت، اول حاجه غادي نشارك معكم هاد اللوز هذا، كيف ما قلت لكم اللوز ديالهم كيكون زوين والثمن ديالو مناسب. غير في الفيديو كنت قلت لكم هاد لي ساشي هادو فيهم 250 غرام، ولكن فيهم غير 200 غرام. هنايا هادو جوج ديال لي ساشي كيديروا لهم 3 اورو، يعني 400 غرام ب 3 اورو. البيضاء دائما انا كنستعمل هذه ديال ليدل، سواء البيضاء عفوا ولا حتى السوداء حتى هي بجميع انواعها، سواء البيغ ولا العاديه كتكون عندهم يعني بثمن مناسب، وكتجي رائعه في الحلويات. وكيف ما قلت لكم استغلوا الوقت وشريوها على تيساع، لان راه من بعد ما كتبقاش بزاف اللي كيلقاو هذا المشكل، وكيضطروا انهم يشريوا الغاليه وماشي زينه النوعيه ديالها كيف ما هذه ديال ليدل. قلت لكم الكاكاو ديالهم رائع البنات، يعني واخا رخيص في الثمن هو، وكيجيني احسن من الكاكاو اللي كيكونوا تاع ماركات اللي عالميه، ولكن هذا كيجيني احسن سواء اللون ديالو ولا حتى المذاق ديالو. هذا الكاكاو البيغ كيف ما شفتوا حتى الثمن ديالو ما بقيتش عاقله، يعني كيكون رخيص على الانواع الاخرى. وهاد الشوكولا هذه للتزيين كيف ما كتشوفوا فيها جميع انواع الشوكولا، وفيها شكيلات هذه كتجي زوينه حتى هي، سواء في لي كوب كيك ولا لي كيك الحلويات حتى هي. حتى هذه كيف ما شفتوا معايا الثمن ديالها جد مناسب، وما كتواجدش على طول العام في ليدل، يعني كتكون حتى هي غير في هذه المناسبات اللي كيحطوها. زبدة الشوكولا هذه كيف ما قلت لكم انا كنستعملها في لي بونبون ولا في لي طارت ولا اي حاجه، شي كيك هكا تقدروا تذوبوها وديروها من فوق، وكتجي في المذاق رائعه. النكهه ديالها كيف ما قلت لكم نكهه الطوفي والكراميل كتجي رائعه في المذاق. وحتى كيف ما قلت لكم لي بونبون هكا تخلطوها مع المكسرات كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه لهاد الطوفي هذه ما كيحطوهاش دائما، يعني ما كتكونش على طول العام في ليدل، يعني كيجيبوها غير في هاد المناسبات هادو، كتكون بثمن مناسب كيف ما شفتوا في الفيديو، يمكن اورو و50 ولا 2 اورو ما بقيتش عاقله. بالنسبه لهاد السبراي هذه ديال ليمون، هذه حتى هي ما كتكونش دائما متوفره عندهم، وتما كتكون رخيصه بزاف، يعني هذه فيها 200 مليلتر، كاينه وحده كتباع في المكازات الاخرين وبسميه اللي معروفه، كتكون غاليه بزاف وما فيهاش
يعني كمية كثيرة، يعني كدير يلا واحد 3 ديال المرات ولا 4 صافي كتسالي. هذه كتبقى مدة أطول وما كتكونش كيف ما قلت لكم دائما متوفرة. وفي الحقيقة هادو راهم عمليين، سيرتو بحال هاد الليمون، هادو اللي خرجوا اليوم فيهم هاد التموجات، كيجيو صعب أننا ندهنوهم كاملين، يعني غير كتصبهم عليهم كيجيو ساهلين، يعني الواحد أحسن من اللي كيبقى عاد كيدهن بيديه. وهاد المعلقات هادو ديال الشوكولا كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم رائع، يتقدموا هكا مع التحليات ولا لي ديسير، هكا كيجيو رائعين في الشكل ديالهم وكيتكالوا في نفس الوقت ديال الشوكولا. حتى هادو كيجيبوهم غير في هاد المناسبات، يعني ما كيكونوش دائما في الليل. هادو بزاف اللي غادي الا كيعرفوهم غادي يقول لك راه فيهم اللي ماشي حلال. انا بصح كاين واحد الربعه اللي دائما كنجيبهم وكنرميهم، فيهم الكول. اما الباقي يعني كلهم نكهات اللي كان نحتاجوهم، سواء الفاني ولا سيترون ولا اللوز وحتى البرتقال. وصدقوني النكهه ديالهم رائعه، يعني كتجي واضحه وكتجي واحد النكهه زوينه، سواء في الحلويات ولا حتى لي كيك ولا اي حاجه. كيف ما قلت لكم حتى الشوكولا البيضاء انا ما كتعجبنيش النكهه ديالها، دائما كنضيف لها نكهه البرتقال وكتجي رائعه في الحلويات. ديت هاد الشوكولا هادي كيف ما قلت لكم الشكل ديالها على شكل خريفات، كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها. هادي خديتها عجبتني كديكور البيفي نتاع عيد الاضحى ان شاء الله الا كنا ملحيين. السليلات هادو خديتهم من كراود فات، كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم تاع الخروف. هادو خديتهم لزينة عيد الاضحى ان شاء الله الا كنا ملحيين. بالنسبه لهادو يعني لانتظرنا حتى يقرب العيد ما غاديش نلقاوهم، هما حتى هما في هاد الاعياد ديالهم كيبيعوا هاد الحويجات هادو، وفي هاد الوقيته الواحد يستغل الفرصه. كيف ما قلت لكم ما غاديش نلقاوهم منين يقرب العيد ديالنا. بالنسبه لهادو قلت لكم خديتهم من كراوت فات، هادو داروا لهم 2 اورو، كيجيو رائعين هكا الواحد يامرهم بلي بونبون ولا شي حاجه. كيف ما قلت لكم يجيو في البيفي زوينين بزاف. كنت خديته من كرافت فات مع راس السنه كانوا حطوهم، حتى هو كانوا داروا له 2 اورو، كيجي زوين حتى هو في الشكل ديالو على شكل خروف. الله هذه غادي نصبغها له ولا ندير عليها شي ستيكر هكا نتاع عيد مبارك ولا، غادي تجي زوينه. نشاركهم معكم هكا حتى نتوما تستغلوا هاد الفرصه هذه بزاف، اللي حتى كيقرب العيد وعاد كيبقى يقلب شنو غادي ندير، شنو كيبقى عادي يقلب على حويجات اللي يديرهم بأعمال يدوية، وكاين اللي ما عندوش مع الأعمال اليدوية يعني كتجيه صعوبات وما يلقاش هاد الحويجات. استغلوا الفرصة من تلقاوهم في هاد العيد هذا تاخذوا الأخير هاد لي ساك هادو اللي خديتهم من فيبرا، وصحاب اللي كيهضروا بالفرنسي كيسميوها ويبرا. عجبوني حتى هي ويبرا كانوا عندها حويجات بزاف ديال الحلويات، يعني ما كانوش خاصني باقي اللي عاد من السنة اللي فاتت ما زدتش خديت، ولكن حتى هي راها جايبه حويجات زوينين ديال الحلويات. ما صورتش فيها ولكن بغيت نشارك معكم هاد لي ساك هادو اللي خديتهم من عندهم، عجبوني هادو حتى هما يجيو هكا على البيفي ديال العيد. كيف ما كتشوفوا هاد الشكل هذا عربي كما كنقولوا جاي زوين. بالنسبه لهاد لي ساك هادو درت لهم شحال ثمن ديالهم، درت لهم 79 سنت هاد لي ساك هادو. انا عجبوني بزاف سواء كيف ما قلت لكم البيفي ولا حتى بحال هكا شي عروسه اللي غادي يكون عندها نقيش الحنة، ولا حتى هي تقدر تستعملهم البيفي ديال الحنة. المعروضين يديو فيهم الحنة والورد وكل شيء اليوم اللي راهم كيفرقوا في حفل الحنة، كيجيو رائعين في الشكل ديالهم. كيف ما كتشوفوا حتى هاد الرشمة هادي جاية بحال شكل عربي زوين، عجبتني بزاف. والثمن ديالهم كيف ما شفتوا معايا 79 سنت، هذيك السيكان كبار هكاك. وبالنسبه لهادو انا كيعجبوني بزاف، سواء هكا الى كنت معروضه، وكما كتعرفوا اليوم ما بقيناش كاع نديو الهدايا، الواحد كيدي غير الفلوس. يجيو زوينين الواحد يدير فيهم لونفلوب لداخل ويعطيهم هكا، كيجيو احسن ملي تعطيو غير لونفلوب بوحدو. كاين في هذا الشكل هذا ديال الخويمسه، وكاين هذه الورده هذه الشكل ديالهم نفس الشكل ديال السيكان، كيجيو على هذا الشكل هذا من كتحلوهم. و
هادو تقدروا حتى هنايا تشدوهم بشي حاشيه ولا كيجيو زوينين، وحتى تقدروا تستعملوهم حتى هما كيف ما قلت لكم سواء البيفي ديال العيد ولا ديال نقش الحنه، ديروهم وتعمروا فيهم لي بونبون ولا شي حاجه، حتى هما كيجيو رائعين في الشكل ديالهم، والثمن ديالهم جد مناسب كيف ما كتشوفوا معايا، اورو 49 فيهم 6 ديال لي ساك. هادو هما المشتريات اللي خديتهم شاركتهم معاكم. بالنسبه لهاد الحوايج كيف ما قلت لكم دائما انا كناخذهم من ليدل، وكيكونوا باغلبيه الحاجات كيكونوا موسميين، يعني ما غاديش تلقاوهم دائما، يعني الواحد يستغل الفرصه، وسيرتو من كيكونوا بثمن جد مناسب للواحد، ماشي حتى كيوصل العيد ولا شي مناسبه تكون عنده ولا عاد كيبقى يقلب عليهم ما كيكونوش متواجدين. بالنسبه للناس زعما كنصيحه مني، يعني ما تبقاوش حتى كيقرب العيد عاد كتبقاو تقلبوا على الشوكولا وعلى الدقيق وعلى بزاف ديال الحوايج ما غاديش تلقاوهم، سيرتو هاد الوقيته هادي الازمه ديال الدقيق وديال الزيت. وبالنسبه بزاف ديال الناس اللي كنسمعهم كيقول لك الدقيق راه رجع 3 اورو، رجعت الزيت يعني بثمن غالي بزاف، يعني باقيين. انا هاد المره خديت الدقيق خديته غير ب 60 سنت للكيلو، يعني 60، ولكن ما كاينش في البلاصه ديالو الاعتياديه فين كان اليوم، راه كيكون فين كان ليكس اللي كنخلصوا بوحدنا، تما كيبان لكم من كتمشيو تخلصوا كيبان لكم راه تما محطوط، كتسولوا اللي خدامين تما كيجبدوا لكم، يعني الكليون الواحد مسموح يدي وحده، يعني واحد الكيلو اللي يديه ديال الدقيق، يعني واحد الباكيه وحده، والثمن هو 60 سنت، يعني اللي راه كيقول باللي كيدير 3 اورو راه ماشي 3 اورو، كيدير 60 سنت، غير سولوهم يعني وغادي يعطيوكم. بزاف اللي كيقول لك مشيتو ما لقيتش، اليوم راه كيحطوا ستوك قدام ليكس اللي كتخلصوا بوحدكم. ونتمنى انني نكون فدتكم بهذا الفيديو هذه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.